قال لك هذا سيدي قال ملي تحسب الزاني راجل ونص اسيدي. شوف الزاني والزانيه 100 جلده، ماشي الزاني والزانيه طوم لما نعرف. حنا راه ماشي كندافعوا على الزاني، حنا ما كندافعوش على الزاني، وانما هذاك السيد راه خونا، وهذاك الفانت الانسان الوقيته ديال هذاك راه وقيته ديال سكران ولا شي شنو وقع عليه. بالعكس راه مغربي ها عباد الله والناس، راه السيد راه مغربي، واش ما تعرفوش شنو هو مغربي؟ مغربي حشوم والله تاع حشوم لله. خويا جلال بوحيد الله حفظك، انت اللي كالعس خويا سيمو ما ديش عليهم خويا عادل مع محمد بوالي، تحيه بوعادل عاس خويا عادل احترم الناس شويه، وترى الناس احترم على راسها، انا راه محترم العالم، انا ماشي كنحترم الناس، انا هاد الناس كنهضر معاهم، انا كنهضر مع لي فانز ديالي اللي فاهميني، اما بوزبل اللي داخل عم طفل ما يدخلش عندي، شنو يدخل يدير عندي؟ شبيني وبين ما كنعرف مو انا كاع بنادم عاد داخل شنو يدخل عندي بقى يقول لي انا فلان كيدير فلان كيدير، انا مالي؟ انا راه كندير هاد اللايف على لي فانز ديالي، الناس اللي كيعرفوني انا واللي معايا مزيان، واللي عنده مو النفس ما يجي ما يهضر يدخلش عندي انا كاع، من الاحسن ما يجي عنده ما يجي يدير عندي. شاي يدخل يدير عندي بقى مقابلني انا، عطيني وعطيني تحروبيني عطيني هذا حماق الله يجعل حماق اللي هو ديال بو عادل عز افتح نزار ماشي ديال الله سير الله ينعلم امك ودي انس انت الانس ود غيري انا كنقولها لامك بوجه انت والله ما راجل اقسم بالله ما راجل سير قابل اختك وشو شنو كدير عتقابل عباد الله الكلب حماق الله ينعلم امي لامك يا الله سير قول لامك دابا ما نعرف والله العظيم ترى ولاد الكلاب والله الا ولاد الكلاب ديال بنادم ما بان ما ولا لا باغي خصو اش خاصو ديروا عقلكم شويه صاحبي ديروا عقلكم والله تا حرام عليك واش نتوما مغاربه ولا عاديين ما فهمتش انا وبيناتكم الفتنه بيناتكم صاحبي بيناتكم حشومه كاع وعيب وعار اش اللي كديروا فيه ما فهمت اخويا واش نتوما حباب ولا واش هذا راه محال واش كونوا نتوما مغاربه على هذا الحساب هذا انا اقسم بالله ما فاهم هذا الشيء هذا وي وهذيك لبنى ابي دار شو شنو دارت لبنى ابي دار دارت البلباله في الفيلم على قدو في ما نعرف يلا هي هادو كاع ما فهمت كاع ماشي كاع ما بان ليكم انا داك الفيلم تعرف تخرجي وتقولوا دك 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 ولا بقى شويه لبنى ابي دار هذيك ما دارت ودي لنا قلت صافي وحبست القضيه ومسكين ساعه الصناعي صافي السيد الناس مع راسو مقصر مع راسو صافي ماشي راجل ايوا راه ماشي راجل قولوا نتوما اللي بغيتو ميدو الروقي قال الصناجي الرجوله زدت فيه علاش اخويا زدت فيه فاش زدت فيه انا كنهضر هانيشان فاش زدت فيه وتعاونوا صاحبي راه نتوما مغاربه تعاونوا بيناتكم صاحبي قال واحد واش قال دير الدنيا السال العقوبه واش قال راه عريان وي راه حنا شفنا بعينينا شفنا عريان وشفنا مقصر وشفنا كي عم مقصر واش جالسين شنو كيديروا سيد عريان ما كي اللي كيسكر كيسخن عليه حاله كيتعرى فين كاين المشكل بحال اللي كيمشي للحمام واش مشيت للحمام تاعهم حوايجك ما يمكنش والله يحسن العوان الله ينال رينال الدين المهم امك يوسف الطوسي يا الله سير قول لها امك انت دابا الله ينال بوك انس ودغيري انت بعدا انت بلا ما نقول لك هو السيد سخن عليه الحال ويتعرى فين لكم المشكل انتوما واحد خينا قال لي سير تخرى ما كرك انت في الصناجي سير الله ينال امك الوالدين انت واللي هاد الليل لحداك اللي داب الله ينال امك انت هو نبيل ابراهيم العالمي والله سير قول لامك نبيل ابراهيم العالمي قول لامك مباشره قول راه صناجي وريها لامك قول لها هي وريها لي قول لها صناجي وتفرط تفرج الكلب يلا سير كلاب دين ام الله الا كلاب بالله اسس للسمر ويا عبد الله حفظك ليا دخلك الصهد دخلني الصهد دخلني الصهد البرد خويا سيمو دي ما يخسر هضره كيمو ها هو جاي لمو هذا كيمو ها هو جاي ها هو يبان عندي دابا هذا كيمو هذا مولاي مصاب جاب الربحه اللي بوز بالها رشيد جرموني العز خويا رشيد كاين الرجل اخويا ايوب بارودي ديما المجود من داود خويا عادل محلو خويا هشام شنو رايك في مشكل صناجي سعاد افا صناجي واحد انسان شوف وراه مؤاخي فضل راه السيد راه مغربي انا مزاوك راه مغربي اصاحبي تعاونوا مع المغاربه خوتكم ودائما لا تحفروا لعباد الله وحشومه والله يرضي عليكم وراه حشومه اصاحبي هادشي هذا السيد وراه العالم كيتعرى واش ما كنعرفوش هاد القضيه راه كلشي راه اللي في الحمام كيتعرى اللي كيدخل مع شي دري البيت راه كيتعرى
ومالكم اصاحبي راه ما ندولوا وراه كاين افلام ديال العراق افلام كلها على راه دوبل اكس ال والعيبه وما نعرفوش شنو واقع في العالم الثالث ومسكين عا هو اللي يتعرى والعالم كيتعرى مالكم اصاحبي سيد غتهضروا عليه شوفوا قدام مرتو قدام ولادو وشوف ومرتو فاهم عارف هذاك يحمق ولدو عارف هذاك يحمق ولكن راه راجل في ناجير راه رجل والله يهديكم الله يهديكم المغاربه الا الله يهديكم الله يهدي ما خلق من السراخة في الدنيا سر الله في الاخره لازم خويا علي نزيه هذا كلام ديال العقلاء خويا علي نزيه عنده كلام ديال العقلاء جواد العروبي ميلانو هذاك خويا ونموت عليه الله عمره دار جواد العروبي ولد ام عايده نموت على خويا جواد العروبي ميلانو حتى هو كيعجبني كيعطي لموم كيضرب في الحق قال لك ما عندكش الصوت اخويا علي واش كيفاش ما كاين الصوت زيد شويه الصوت سوا تخينا يوسف هوافي وشي شي شي كمرت كي داير انت صاحبي كتهضر اصاحبي على سيادك سوا كمرت قبل سير اصاحبي شوف المرايا وعندك تهضر مع المرايا قول لها بشكل سير الله يعاوننا ويعاونك تحشم الله ينعل امك الوالدين ديالك عندنا عدنان العمران قالت علاش كيحكي مع حجر صاحبه كيفاش؟ علاش كيحكي هو السيد راه السيد راه ما عقلش على راسه داروا ليه شي قالب هادو راه داروا ليه شي لعيبه ولا داروا ليه شي مهم راه شي حاجه داروا ليه ماشي هو هذاك باش يطيحوا ليه النيفو ديالو بدر ميرقات الشوا الله ينعل امك انا بالعدلين كلكم بحال قلتي لك طلب وقتك يا مفوتي الله ينعل امك وليدك وشوف تي في اليوم الميد راديو العالم لا حدك السيد العالم ما فهمتش اخويا انا ما فهمتش راك عزيز ديما هادي الله يحفظك خويا زهير بشير حتى والله ما تفهموا شي نتوما اقسم بالله ما تفهموا شي حاجه شكون اصاحبي اصاحبي انا نفس مال كي داير سيك سيك وهذا ثاني الله يعطيك العافيه سمع الله يحفظك لي الله ينصرك خويا هادي شي ديديكاس مرحبا خويا محمد المؤمن منور الخو ديما خويا عادل اها هذا والد قال لك حنا تجمعنا الله ينعل امك الوالدين يا كبيرهم حتى هو كبير ديالهم والد بيت الدين حتى هو كبير ديال الديوتين ديال 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 سير الله ينعل امك الوالدين سير سير الشم الله تنجمع دين امهم بعير اقسم بالله صناجر اخويا هذاك صناجر خويا ونموت عليه العالم اللي غايعيرو غنعير امو انا فين على بالي انا على السيد مالوش دابا انت هو راه بولادو صاحبي السيد راه قدو قد الوطن وفنان كبير ايام عطى العالم الثالث هما غادي يجيو بقاو يعيروا فيه علاش حيت شي مغاربه مكاريه شي واحدين هنا مكاريه اقسم بالله والله العظيم عمر دالي بنادم حاضر على الخاويه على الخاويه دارها التبصيل هو معلم دارها التبصيل والله يحسن لعبو دار راه ماشي مشكل جاوب لي سليم حنيني قال لك اخويا علاش كتقلب ليه على السب حنا والله ما قلناش حاجه عيب ولكن علاش تعرح درجه الولاد وتسلم ماشي رجع حيت داروا لي شقال باش نديروا ليه معلم اخويا شوف شو سميتو بعدا شو كاين سليم حنيني خويا سليم حنيني ثق بيا راه السيد راه داروا ليه شي لعيبه اقسم بالله ثق بيا راه ما يمكنش واجب انت خويا سليم كون بلاصتو كون بلاصتو وتكون عادي وتحيد حوايجك ما يمكن ولكن الا داروا لك شي حاجه راه بربي مش غتحيد حوايجك غتحيد راسك غتحيد وما غاديش غدير والله يحسن له وانا خوتي الله يحسن له وانا انا مزوق افكروا انا لا قلص هذه شوما حاتم الشهدي عطيه الزمن حاتم الشهدي حاتم الشهدي قال لك انت هاني هو هو داك ما في وقع ما عمره ما جربني الشهدي ولد حنا اللي اختو ولا لا لا ما قيل هو هذاك لا لا ما اختو هو زعما اختو صاحبي وهو اللي فيه العباد هذا الشهدي هذا راه ما عرفش قال لي كيهضر هذاك كنعرفو ما هو اللي هو بنادم غيورينا شنو ممكن انس ماشي خويا انس الله يعطيك العز انت بزاف صعيب باش تدوي هكا وتواجه بنادم انا نواجه العالم الثالث نواجه انا ما على باليش انا كنهضر عن هشام اللي بغا هو هذاك ما بغاش يعاود لمو ماشي شغل بنادم انا ما على باليش وما كي ما كيهمني حتى شي واحد وانا ما كنتسنى حتى شي واحد يجي يحصلني انا ما عمرت واحد واحد حصلني عليا ما عمر ما عرفت حاجه وحده يقدر يحصلني شي واحد يحصلني في وقته يقدر يحصلني هذا هو الواقع حزك ريحتومي انت تقدر تحصلني حتومه تقدر تحصلني غير زكري حتومه تقدر تحصلني انت تحصلني اما شي وحده اخرى ما يحصلني انا ما كنفح ما كنشرب
ما كان جونا كنضرب العشبه ديال الله باش فهموا هاد القضيه هادي، وكنت كيف ومعمر الدماغ ديالي وما على باليش بوزبال نيشان. اما دوك مساكن هذاك سعد المجراد وسعد الصناعجي راه لقيتهم الله يعمرها ضرب. اما انا راه ما يدير بيا حتى شي واحد، ثقوا بيا داكشي ديال الله. سير الله ينعل امك الوالدين، بنادم ما عرفش يديروا كيسروا الا في المغرب والفضيحه. فاتي الزاهري لا اختي فاتي، الكلام اللي قلتيه كنتي اقسم بالله الا وار اختي فاتي الزاهري راه كاينه وديما كاينه معك الديب زهير قطبي. انت عايش لي الحياه السعيده لا وصناجي مساكن كيقول العصا انا خويا زهير قطبي دير زهير داكشي ديال الله. اشرف ادريسي هو خويا دارو لقلب. خويا اشرف ادريسي دارو لقلب والله الا دارو لقلب كلشي ديال الله. هدى شهري مرحبا ياك ياك وهدى بالفوق والله العظيم بالله.